ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. هنبدأ بإذن الله في شرح قواعد يونت 1 اولى اعدادي. قاعدة الضمائر دي انا كنت شرحها في فيديو، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. نفس الشرح ده بالظبط موجود في فيديو، في هسيبه لكم في الديسكريبشن تحت نشوفه. تمام. طيب انا اصلا يونت 1 عندي عبارة عن قاعدتين. اول حاجة قاعدة ايه؟ قاعدة الضمائر، ضمائر الملكية وصفات الملكية وضمائر الفاعل وضمائر المفعول. تمام. وبسأل عنهم بإيه وهكذا. طيب القاعدة الثانية هي قاعدة المضارع البسيط، ودي اللي أنا هنشرحها بإذن الله، المضارع البسيط. تمام. طيب المضارع البسيط ده عشان أجي أشرحه لازم عندي أجزاء الأول وأبدأ أسمه. أول حاجة التكوين أو الشكل. الزمن في المضارع البسيط بيبقى عامل إزاي، أو الفعل بيبقى عامل إزاي، مع أي وبي وبي وزي، وأي ضمير فعل وأي ضمير فعل. لازم نفتكر دي، يعني ما ينفعش أقول أي وبي وبي وزي وبس، لا، واي كلمه جمع. تمام. واي كلمه جمع، سوري. باخد الفعل في المصدر. يعني ايه فعل في المصدر؟ يعني فعل بدون اضافات. تمام. يعني فعل بدون ايه؟ اضافات. يعني اقول لك اي بلاي فوتبول، اي يوجوالي جو تو سكول ساندي. تمام. يبقى هنا انا معايا اي بي بي يو زي وضمائر الجمع، باخد الفعل فين؟ في المصدر. اي بي بي يو زي وضمائر الجمع، باخد فعل في المصدر. طب هي وشي وات؟ لا، ده انا بضيف للفعل اس او اي اس او اي اي اس. هو ده بمزاجي؟ لا، مش بمزاجي، حسب حاله الفعل، حسب حاله الايه، حسب حاله الفعل. تمام. طيب تاني، مع هي وشي وات في المضارع البسيط بحط اس او اي اس او اي اي اس. تمام. طيب بيقول لك بقى ايه؟ يضاف اس لكل الافعال، يضاف اي اس للافعال المنتهيه بايه؟ نشوف بقى الحته دي عشان مهمه جدا جدا. الافعال المنتهيه باس اس، سي اتش، اس اتش، او اكس، او اس بس من غير ما تكون اس اس، يعني ممكن تبقى اس بس او اس اس. تمام. بعمل فيهم ايه دول؟ بضيف على الفعل اي اس، يبقى ما ينفعش اضيف اس بس، لا، بضيف على الفعل اي اس. تمام. طيب بيقول لك بضيف اي اي اس امتى؟ اذا كان اخره واي وقبله حرف ساكن. يعني ايه؟ تعال نشوف الحته دي كده واحنا هنفهم. اما اقول لك اي او هي بقى، هي بلاي ولا هي بلايز؟ هي بلايز. طيب انت هنا ما زودتيش، ما شلتيش الواي ولا حطيتي اي اي اس ليه؟ عشان ده حرف متحرك. هي ايه هي الحروف المتحركه؟ الاي والاي والاي واليو والاو، بجمعهم دايما في وش كده، دي الاو اي اي يو، بنقول عليهم ايو. تمام. عشان نحفظهم، دي الحروف المتحركه. طيب لما اشوف حرف متحرك قبل الواي بحط اس فقط، لما اشوف حرف متحرك قبل الواي بحط اس فقط. لكن لما بشوف حرف ساكن زي الار، اي حرف غير الخمسه دول يبقى اي حرف ساكن. تمام. اي حرف غير الخمسه دول يبقى حرف ساكن، بقوم راح شايله الواي واحط اي اس، بقوم راح شايله الواي واحط ايه؟ اي اس. تمام. يبقى احنا نفهم من الحته دي. يبقى تاني نقول الحته دي بضيف لاي، لكل الافعال بضيف لهم اس، ما عدا الافعال اللي اخرهم ايه؟ اس او سي اتش او اس اتش او 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 اكس، بضيف لهم اي اس. تمام. طيب اي اي اس اذا كان اخره واي وقبله حرف ساكن، اذا كان قبله اخره واي وقبله حرف ايه؟ ساكن. وقلنا ايه هي الحروف المتحركه؟ اي حاجه غيرهم يبقى حرف ايه؟ يبقى حرف ساكن. تمام. طيب تعال نشوف بقى الجزء الثاني، استخدام زمن المضارع. انا عندي اول حاجه فيرب تو بي. فيرب تو بي معناه ايه؟ اللي هو ام واز وار. فيرب تو بي معناه يكون، وهو ام واز وار. تمام. اي بتاخد ام واختصارها اي ابوستروف ام. تمام. طب هي هي وشي وات، هي يعني هو، شي يعني هي، ات هو وهي الغير العاقل. تمام. ات الايه؟ غير عاقل، باخد معاها اس واختصارها ابوستروف اس. تمام. طب يو وزي وبي بتاخد ار واختصارها ابوستروف ار اي، بتاخد ار واختصارها ايه؟ ابوستروف ار اي. طب دول معناهم ايه؟ يكون، يعني بيجي بعدهم ايه؟ ادجكتيف. يعني ايه ادجكتيف؟ يعني صفه. اقول لك احمد يكون كذا، هي تكون كذا. تمام. يبقى انا باخد معاها ايه؟ باخد بعدها صفه. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لك بقى ايه في المضارع البسيط؟ معنى هاز وهاف. هي وشي وات بتاخد هاز. هاز معناها ايه؟ يملك. هاز معناها ايه؟ يملك، واختصارها برضو ابوستروف اس. تمام.
لكن اي بي 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 يو زي بتاخد هاف معناها يملك واختصارها ابوستروف في اي واختصارها ايه ابوستروف في اي تمام. تاني يبقى هنا يملك مع هي وشي وات باخد هاز لكن مع اي بي 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 يو زي واي ضمير جمع واي ضمير جمع ونركز مع الحته دي هنا اي ضمير مفرد وهنا اي ضمير جمع هنا باخد هاف وهنا باخد هاز تمام. طيب انا قلت الحته دي. طيب تعال نشوف بقى كده الكلمات الداله على المضارع البسيط. طيب تعال always usually often never sometimes يعني ايه الكلام ده always دائما usually عاده often غالبا تمام. خلي بالك ان often بتتنطق often وبتتنطق often تمام الاثنين صح. never ابدا ودي بتستخدم للنفي لما باجي انفي انفي بنيفر. هل دول بيشيلوا الاس؟ لا ما بيشيلوش حاجه تمام. طيب sometimes معناها احيانا معظم الايه الوقت يعني 50%. طب يقول لك بقى ايه مكان ظروف التكرار دي اسمها ايه ظروف التكرار frequency ظروف الايه التكرار تمام. مكانهم بقى بيتحطوا قبل الفعل الاساسي وبعد الفعل المساعد. ايه هو الفعل الاساسي وايه هو الفعل المساعد؟ اي فعل اساسي اللي هي play go watch write كل دي افعال اساسيه. طب الافعال المساعده اللي هو ايه am is were was where الماضي بتاعهم تمام. يبقى احنا قلنا قبل الفعل الاساسي وبعد الفعل المساعد. يبقى انا مثلا لما اجي اقول جمله هقول هي تعال نجيب مثال هنا مثلا هي يوجوالي بلايز تمام هي يوجوالي بلايز تمام. طيب غير اما اقول هي از يوجوالي فاني هو يكون عادة ايه ممتع. يبقى خلي بالك من الحتة دي فرق بين دي ودي. هي يوجوالي بلايز فوتبول مثلا ما كملتش الجملة ان انا بجيب بس المعنى تمام. يبقى الفرق بين ده هنا جاية قبل الفعل ايه الاساسي لكن هنا جاية بعد الفعل المساعد is usually are usually وهكذا تمام. طيب بعد كده بيقول لك للسؤال عن عدد المرات. عدد المرات معناه ايه how often او how often تمام. طيب بس انا عدد المرات بهاو often بعدها do او does ودو بتيجي مع الضمائر الجمع. دو بتيجي مع الضمائر الجمع ايه هي الضمائر الجمع اللي هي I, we, be, you وزي yes واي كلمة جمع. طيب لو does بتيجي مع هي وشي وات واي كلمة مفرد تمام. بعد كده بجيب الفعل تمام فعل وفعل. طيب انا بجاوب عن سؤال كم مرة بايه انا عندي اجابتين تمام. اما بجاوب بظروف التكرار اللي انا لسه قايلاهم فوق دول اللي هي always usually often never sometimes تمام. اما بجاوب once twice once يعني مرة تمام twice مرتين ماشي كده. يبقى انا بجاوب عندي بكام طريقة بطريقتين اما ان انا اجاوب بظروف التكرار اما انا اجاوب ايه once twice three times four times. انا ما عنديش اصلا غير ايه الكلمتين دول اللي هي once twice هما اللي بيتغيروا لكن three بقول three times four بقول four times تمام ما بغيرهمش تمام. ده كده الاجابة عن ايه عن how often كم مرة. يبقى انا بجاوب بالظرف التكرار او بجاوب بعدد المرات عايز تمام. طيب تعال نشوف بقى النفي في المضارع البسيط. بنفي بايه؟ بنفي بdon't وبنفي بdoesn't. طيب مع ايه باخد don't؟ مع I, we, be, we, you وزي واي ضمير جمع. يبقى اكتب هنا ضمير جمع ضمير جمع تمام. اي ضمير جمع و I, we, be, we, you وزي بتاخد don't والفعل فين؟ في المصدر. يعني بشيل طبعا هو كده كده مع I, we, be, we, you وزي مفيش اس صح؟ يبقى الفعل في المصدر زي ما هو. طيب هي وشي وات وضمير مفرد اكتب هنا مفرد بتاخد ايه doesn't وبعد doesn't الفعل فين في المصدر. لازم اول ما اشوف doesn't يبقى بعدها الفعل في المصدر حتى لو في هي وشي وات ومضارع بسيط. مش احنا مع هي وشي وات ومضارع بسيط بحط اس او اي اس او اي اس؟ لا
طالما شفت doesn't خلاص بقى مفيش الكلام ده، اشيله خالص واحط الفعل فين؟ واحط الفعل في المصدر. طالما مفيش doesn't، doesn't هشيل ال هشيل الاس واحط الفعل في المصدر طالما في doesn't. sorry. طيب جايبه لك مثال اهو، اقول لك ايه، she doesn't play، ادي فعل فين؟ في المصدر. تمام اهو، بيقول لك عندما ياتي، عندما عند النفي ياتي الفعل في المصدر اللي هي ايه؟ don't او doesn't. تمام. طيب نشوف كده الأسئلة، بكون السؤال ازاي في المضارع البسيط؟ السؤال بهل، السؤال بهل اللي بيبدأ بدو أو does، دو مع مين؟ مع I و we و you و they، والفعل فين؟ مصدر. تمام؟ I و we و you و they والفعل في المصدر. طب does مع he و she و it وضمير مفرد ثم الفعل في المصدر. طب دول معناهم ايه؟ معناهم هل، يعني دول بيجاوب عليهم إما yes I do أو no I don't. okay. طب does بيجاوب عليها yes I does أو no I doesn't، لأن ده سؤال بهل، يبقى إجابتي تكون بنعم أو لا. طالما سألني بهل يبقى أنا إجابتي بتكون بإيه؟ بنعم أو لا. تمام. طيب بعد كده السؤال بأداة استفهام، شايفين تكوين السؤال ده؟ أنا قلت do بعدين الفعل بعدين الفعل، does بعدين الفعل بعدين الفعل، نفس الكلام بس هزود عليهم أدوات الاستفهام هنا. هزود عليهم إيه؟ أدوات الاستفهام في الأول، بعدين do و does، بعدين الفعل، بعدين الفعل فين؟ في المصدر. يعني إيه؟ what، what ماذا، where، ترجم بقى معايا كده، أين، why، لو أنت بتكتب ترجم معايا. تمام. why لماذا، who من how كيف whose لمن which أي لغير العقل. تمام. نقولهم مرة كمان، what ماذا where أين why لماذا who من how كيف whose لمن which أي. تمام يا شباب. طيب بعد كده يبقى ده تكوين السؤال. بعد كده أنا بستخدم أصلا المضارع البسيط في ايه؟ في الاحداث المتكررة، الاحداث المتكررة في المضارع. تمام. في الحقائق اما اقول لك ايه، the sun rises مثلا in the morning، طبعا ما اكيد الشمس هتشرق في الصباح. تمام، دي حقائق. طيب جايب لك مثال اهو، the sun always rises in the east، في الشرق. تمام، الشمس بتشرق من الشرق. تمام يا شباب، ده كده ايه؟ ده كده شرح زمن المضارع البسيط. بالتوفيق يا رب. لو هسيب لكم في الديسكريبشن شرح الضمائر، الضمائر كلها كاملة. بالتوفيق، لو محتاجين مني اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتس، وانا هسيب لكم لينك الانستجرام برضو لو محتاجين اي حاجة ابعتولي. وبالتوفيق يا رب.